وينضم إلينا من مالمو للحديث عن تشكيل حكومة الكاظمي لجنة للتحقيق في أعمال العنف التي رافقت تظاهرات الناصرية ومدى جدواها، معنا لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض. أهلا بك سيد لبيد. بداية، ثوار ذي قار يقولون أن مطلبهم الأول إقالة الكاظمي وإسقاط نظام المحاصصة الطائفية. إلى أي مدى فشلت حكومة الكاظمي في تحقيق ما وعدت به؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بك. حكومة الكاظمي لم تحقق شيئا بالحقيقة، لذلك يعني هي فشلت كسابقاتها. يعني الفشل الذريع هو السمة السائدة والعنوان السائد للحكومات المتعاقبة، والكاظمي هو أضعف رئيس وزراء مر على العراق منذ الاحتلال إلى يومنا هذا. لماذا؟ لأنه هو الرئيس الوزراء الوحيد الذي لم يساند بحزب، وإنما هو جاء بفضل التوافق بين هذه الأحزاب بعد أن فشلت كل الأسماء المطروحة في الوصول أو الحصول على أغلبية برلمانية لكي يترأس الوزراء. فالكاظمي إذن هو لكونه ضعيف لن يستطيع أن يحقق شيئا، وسيكون مصيره الفشل الذريع. والفشل هو ليس متعلقا بالخصائص الشخصية لرئيس الوزراء، وإنما الفشل هو مرتبط بفشل العملية السياسية برمتها. العملية السياسية كما نعلم هي قائمة على المكونات الإثنية والمكونات الطائفية، وهذه انتهت، يعني أصبحت فاشلة وأفشلت الدولة العراقية، كل الدولة العراقية فشلت. لذلك فكل لن يصلح، يعني هذا أي عمليات ترقيع، تغيير وجوه، تغيير محافظ هنا أو معاون محافظ هناك أو وزير أو رئيس حكومة لن يفلح في إنقاذ الدولة العراقية أو العملية السياسية كلها من الفشل. سيد لبيد، هذا الفشل لحكومة الكاظمي الذي جئت على ذكره، ألا يبرز أسئلة حول جدوى الانتخابات القادمة المبكرة؟ هل ستغير شيئا في المشهد السياسي بالعراق؟ هذا فيما لو حدث. نعم، الهدف من الانتخابات المبكرة القادمة هو كان بالحقيقة هدف محاولة امتصاص المظاهرات، والحقيقة هو هذا، يعني نجح شكليا، نجح. هم يعتقدون بأن الإعلان عن الانتخابات مبكرة ووضعوا لها وقتا زمنيا على أساس حزيران ثم أجلوه إلى الشهر العاشر، اعتبروا أنهم نجحوا في امتصاص زخم المظاهرات، والحقيقة ليس هذا هو السبب في انخفاض زخم أو منسوب المظاهرات، وإنما هو بسبب جائحة كورونا وبسبب أن الطلاب أصبحت الدوام عن بعد، يعني وكان الطلاب الجامعات خصوصا يزودون المظاهرات بزخم كلما احتاج الحراك إلى ذلك. فإذا الفضل يعود إلى كورونا في هذا، لكن العملية لن تهدأ. الشعب العراقي شعب حيوي، والشباب عازمون على إسقاط العملية السياسية، على إسقاط نظام الحكم هذا، والانتخابات لن تجدي نفعا. بالعكس، المحللون والمراقبون يتوقعون بأن ما بعد الانتخابات ستكون هناك ثورة عارمة، يعني أشد وطأة من الانتفاضة تشرين التي بدأت في العام الماضي، لأن الخيبة ستكون كبيرة بعد أن تظهر النتائج، وإلا بالنتيجة هي عملية تدوير للبرلمان نفسه ولأركان الحكومة نفسها. سيد لبيد، كما تعلم فإن حكومة الكاظمي أعلنت تشكيل لجنة للتحقيق في أعمال عنف رافقت تظاهرات الناصرية، هل يعول عليها أي اللجنة بالفعل لمحاسبة قتلة المتظاهرين كحسن نية من الحكومة؟ هل هذا وارد؟ بالتأكيد لا، يعني هذه اللجنة التحقيقية سيكون مصيرها كمصير سابقاتها من اللجان التي لم تفضي إلى شيء. هذه العملية أيضا هذه عملية غبية، تكرار استخدام نفس آلية النصب، نفس أدوات النصب، هاي عملية غبية. يعني هذه الحكومة يعني يتعين عليها استحداث أدوات نصب وخداع جديدة غير اللجان، يعني لم تسفر أي لجنة من اللجان التي يعجز العقل عن تذكر عددها، لم تسفر على عن أي نتيجة سابقا، فكيف يريدون أن يخدعوا الشعب، يعني وخصوصا أهل ذي قار، يخدعوهم بأن اللجنة التحقيقية هذه ستؤدي إلى كشف القتلة. والحقيقة القتلة لا يحتاجون إلى لجنة كي يكشفوا، لأن المجزرة حدثت يعني من قبل قوات الشغب، وقوات الشغب بالحقيقة
تعمل بموجب بهيكلية عسكرية واضحة ومعروفة، وكل مجموعة من أفراد قوات الشغب لهم آمر، وهذا الآمر هناك ضابط من يديرهم وهو مسؤول عنهم، فكل شخص يعرف يعني يعرفون بعضهم كلهم، وهناك كاميرات يعني مراقبة شغالة على مدار الساعة، عدد كبير من الكاميرات موجودة في ساحات التظاهر، فبكل سهولة يستطيعوا أن يكشفوا بدون الحاجة إلى اللجوء إلى لجنة، لكنهم لا يريدون أن يكشفوا عن المجرمين الحقيقيين، هي الحكومة لا تريد أن تكشف عن المجرمين، لأنه هؤلاء المجرمين هم هي أدواتها لقمع المظاهرات، هي أدواتها لمحاولاتها البائسة من أجل إنقاذ نفسها من الانتفاضة والثورة القادمة. سيد لبيد، دعنا نتحدث عن ثوار ذي قار الآن، وهم يواصلون تظاهراتهم المطالبة بمحاكمة قتلة المتظاهرين. السؤال هنا، كيف تقيم ما تحققه التظاهرات لا سيما في الناصرية؟ نعم، هذه المظاهرات ستتعاظم. لماذا ستتعاظم؟ لأن المظاهرات في البداية كانت تطالب بإقالة المحافظ. لماذا؟ لأن المحافظ فاسد جدا، فاسد وهو معروف بفساده، وليس هو الوحيد الفاسد، لأنه هو شكل لجنة استشارية هذا المحافظ، وهذه اللجنة الاستشارية تتكون من المحاصصة نفسها، يعني نفسها مكونات الكعكة السياسية الكبيرة يعني موجودة بالبرلمان على شكل مصغر موجودة في محافظة ذي قهر، وهذه فاسدة. ليش فاسدة؟ لأنه الميزانية المرصودة لمحافظة ذي قهر لعام 2021 هي تقارب المليار، وبالضبط 900 مليون دولار، يعني هذا هو رصيد المحافظة من الموازنة، فسهلت لعابهم يعني لعاب الفاسدين وهذه اللجنة الاستشارية وعلى رأسها ناظم الوائلي، سهل لعابهم على هذه، وبدأوا يتقاسموها، وبدأوا هم يختارون الشركات التي ستنفذ ما يسمى بالمشاريع. لذلك انتبه أهل ذي قار الأذكياء، انتبهوا إلى هذا حالة الفساد، فطالبوا بإقالة المحافظ واللجنة الاستشارية كلها. الحكومة لم تستجب لهذا المطلب، وقالوا نأجلها الآن بعد ما يزور الفاتيكان، يزور باب الفاتيكان، يزور تنتهي زيارته من إقار. لم يصبروا على ذلك. المطلب حاليا، المطلب صار أكبر من مطلب إقالة محافظ. المطلب حاليا أنه تكشفوا عن القتلة وتحاكموهم في ذي قار نفسها. يعني ما عادت المطلب، أنه المطلب السابق انضافت إلى مطالب أخرى. لذلك إذا لم تنفذ الحكومة هذه المطالب، ولن تنفذها، أنا متأكد من ذلك. فالمظاهرات تتضاعف وتتضخم وتنتشر إلى جميع المحافظات بالقطر. عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي، كنت معنا عبر الهاتف من مالمو، شكرا جزيلا لك.